قلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة، أصلي لربي وأمضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي لربي وأمضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود، نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فكيف ورب علي يجود. نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فكيف ورب علي يجود. أصلي لربي وأمضي بدربي. إن الحمد لله من نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أحبتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدو الله أود له أقلاده إن شاء الله تعالى، وحن هل كان نفتي دي ولا الله إيقا أن جعله بأوسه قد بنياه إن موجنا إن شاء الله تعالى صلاة الرسول كؤوت كذي صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الرسول كؤوت كذي لقب الله من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لقب الله الله أكبر أو صلاة الوقر لقجار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو صلاة لقبه سيدي أدقو أركان رسولك صلى الله عليه وآله وسلم سلاديسي. وحن كور مرينا يا أحبتي في الإسلام انتانا هوسو قلين محاضرة دا أما تطبيقا يا براتي كذا آن ربنو إنا ندتك ولا لها مسلمين تأسو قد بنو إنا نشيغو دور الرموض أرنك كوباد وحي كتاب كان لحديثة إن شاء الله تعالى مسائيش أن كسو قد بين دونو هدي الله إدمو وملخص ووحل سو قابيي أو أصلاة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم دمان تين مسائيش أس وحيكوة تاغنتهي أدلة صحيحة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديث وذا صحيحة أو كسوغناتي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. جميع ما نقوله في هذه المحاضرة إن شاء الله رمان وحا أن كسو قد بندونا محاضرة وحا سو قد بيي أو صحيحيي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. هدي وقفك أباهضو أدلة بارئة أما إنو مسألة أن كشيغي محاضرة دان او دليل كذا صفة فاحسن او اغبه دان وحو كلابان كرا كتاب كأصل كصفة صلاة النبي لشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إنو سورة قيل ميسو محل محاضرة إنان صلاة دورنا من التكبير إلى التسليم مع أدلة يدو أدلة دي وضطعان وضكينو سيدا استرتيد وحانكو كيف تومي دوننا إن شاء الله تعالى مسائشة انت هذا بلينا اسكدو انو انان ادلة ان اشارنو وحي انو اشاري وينينا وحاد كو اغانيسا مقدمة ان كبحيي او انو رمان
شيخ الألباني رحمه الله تعالى أصحيحيه وها أن ربنا إن شاء الله تعالى إنان هل كان محاضرة كسو قد بي لما مسألة أيان إن شاء الله تعالى ربا إنان مركه رسو قد بي أوكاله مسألة كوبا دولا ليال قف والبوء مسلمة صلاة وحو أقيها إنه تهي ركن غلبات إي أركان الإسلام رسول كوحوري صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وحال ولي سيد دين تان إسلام كشان تير تير كوهو ريان أكتينو يا شهادة تير كالباد وحن نقون يا صلاة أول حقاجيو وهناك فرق وحاول حيا فرق صلاة أول تكدو إيه صلاة أول حقاجينا فرق أي أول حيا وحلقها اللي أدلده مرول بايك هذا شانا وصلاة أول حقاجيو أحبتي وحاكروت كوغاني ساهم يد صلاة أول هاي والعبادة الوحيدة وعبادة كليئة أور إلهي رسول سبحانه وتعالى رسولك من فوق السبع سماوات وغسو دجيي لغونا فرليالي يعني واشيغ اللو غفر ليالي من فوق السبع سماوات إلى يضو مركي وراهيت كنتن صلاادود لكن مربلا سي قابنيي مركي ودن بيسينا لغو ريبي شنط صلاادود يواجب كهدا ينواه وسيدا دوكسون تين ولا ليال صلاادو وركنغا أما هو عملك هدي أي وناك سناتو أعماشك لن قفك آخر والغا أقبلي هدي أي حمات لكن دمان والوذ علين دونا أعماش لسك لن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيا وحولي صلاة وحي نقطي شعارك مسلمين تلو قرطو ولذلك بوحى ليلة ذا أهل القبلة باسدا سميي أهل الصلاة أي أما إسخلافي أما إسوافقي مثل هذا البعض ربنا إن شاء الله تعالى إنان إيادنا إشارنا وحوية ولا ليال قفك صلاة كتغ حكم كي سمحون نقنايا قفك صلاة كتغ مثل هذا ومثل خلافية قديما وحديثا علماء مرول بكوي هوريه كوة دنبويسكو خلافان صدح كمدا آئمدا مسلمين تأوها أبو ما يا الإمام مالك يا أبو حنيفة يا شافعي وحي كتغين قفك الصلاة كتغ إنو يهي مسلم عاسيا وبهذا هدل لذا هو مسلم عاسيا وحين نقن إنو سنقفك سي إسلام كي كجرو أو قال أن لعرن كرين أو خارج عن الملة أن لعدلاق كرين لكن إمام أحمد يا ابن راهوية يا غير كود أي يا إسحاق ابن راهوية يا غير كود أي وحيليهن قفك سوى كافر كفر قاسنا ومد إسلام كسارية حدي بالتدقيق لو قول الله أدلة ولا ليال أو أدلة من الكتاب والسنة قدال لو قول الله بتنا وحال أركي كرتا إنو راجحي هاي والله أعلم لنا عن إمام أحمد يو أو أه إن قفك صلاة كتغا وياي كافر كفرا مخرجا عن الملة قال نمو أو كساريسا إسلام قفك كبهينيسا أدلة وحان كإشارينا طرفا منها أما قيب كمدا أيين إشارة إن شاء الله تعالى الله وحوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ومالن تقيام ضاء ومالن كاللوع دون الضدك إني سجودان أما قال ضاء وحلو يري سجود ما أودي دونان إني سجودان فلا يستطيعون آيات سمرك وحالك قرأ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله سيد أوليه وحي تصينيسا كفر تارك الصلاة كفر الصلاة كتغينو قالي هاي أي آيادا ستصينيسا الدليل كاللبات وحوي آيادا الله الوية ما صلاككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين بيليه محان نارت السقر إني سوق ليهي بالله دونا أو نارتكم متويستين وحي ليهين ما أنان تكنجرين يدنوا ابن القيم رحمه الله مر لبات وحولي هاي آيادا نوحي كتصينيسا كفر تارك الصلاة ننكس كتغي الصلاة دا إنو يهجال أي كوتو سنيسا أدل لذا وحاكم دا رسولك إنو ليه صلى الله عليه وآله وسلم إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة قفك إيوه قال لماذا قفك إيوه شركك وحاول لحياي وصلاة دا إنو كتغو
رواية الترمذي بين الشرك والإيمان ترك الصلاة شرك إيمانك وحاول هي إنه صلاة دوقفك كتب حديث كي كلاواكي رسول كلية إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة عهد نور دحية النجا هي ضد كاس قالضاء وحويان الصلاة هدي وقفك أوتو كدنا وحن نقول مسلم هدي وصلاتك تجانا وحن نقول يا كافر رسولك عليه صلى الله عليه وآله وسلم أول ما تفقدونه من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدونه من الصلاة وحوه الرأي الدين تين أدواي دونتان وأمانة أمانة وقت هري بحيسة يحكمك يا سيدة دلك للدوانة إشاريان وآخر ما تفقدونه وحوه الدم بيود واي دونتان وحن نقول يا الصلاة صلاة دا يدن وايسا سيدوك الرسول صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي وحالا فردونا عرى الإسلام عروة عروة وحالا فردونا حركها ضدك مسلمين تا إيا إسلام كحركيه سوى الله فري وحاوه الرئيو الله فرانا وحون نقون حكمك وحاو الدم بينا وحون نقون دونا صلاة دا الوايدون طيب وحاكمي دا ولا ليال أدلة لدليشنا يو أصحاب رسول الله واد اكتها يو وحيا هاي إن إلا فهموا الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة أي الدين تلو فهما كتابك إيا السنة دي رسولك أو سلفك سيدة أفصيرين ولبال الراعو وحي أرنجرين أصحاب رسول الله وحي أركيين إنو سن قال لما كينين أرن آن أهين صلاة كتيكتان كذا يعني أمورتك لي أعماشك الأردن ما إنا كيني جرين أعماشك الأرداني صلاة إني قفكو قال نقن ومي أركيين لكن هذا صلاة كتغو إنو قال نقن أيو أركيين إنه صلاة دو قف وكتغ إنه قال نقونا أيهو أركيين تعسنا هو الدليل كالو عمر بن الخطاب يسوون وحول الله حظ في الإسلام أحد وترك الصلاة دينة إسلامك وحظها أما وحد ليفا كمالها قف صلاة كتغي عبد الله بن مسعود أيا يسوون وحول هي من لم يصلي فلا دين له قف كي صلاة أنت كنين دين مالها حذيفة بن اليمان أيا يسوون وحول هي انتو اركن انتو كنايا او صلاة قلدايا ايا وحيري لو مت على ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة صلاة ماذا تكنين هداد صدا كل من لهيدنا وحين نقول لهيد ان اد كل ما تو دين ان دين تي نبي الله محمد انا حين رسولك صلى حديث كلاو السوغن وحا سو اروري ان اي تسينيسو ان الرجل لا يصلي 60 سنة ولو في رسو حديث كاولا ليال رجلك قفك وحو تكنيا 60 سنة لحدا سنة أيو تكنيا وما تقبل له صلاة صلاة دي سنة أن لا أقبلين لعله وحاص رجلا إنه الركوع لا لما يستريو أو سجود أسن هجا جنين أما سجود هجا جنو الركوع لا أيو سن هجا جنين أما الركوع يسجود لبضيبة وخلطيا شيخ الألباني أي حسن كدق حديث كاس أدلة ولا ليال وحين تصين ساعة وان طرف اما قيبا كسو قانون تصين انه قفك صلاة كتغا علماء ادري شتي انو يا كافر كفرا مخرجا عن الملة وحربا مركا ان شاء الله تعالى ان صلاة دي سي ملخصة اما سي كوبا مسائشة سكدب ان شاء الله تعالى ان ارح قلو قفك صلاة دا مركي وربا انو بالله وحا اوه الرأي اولا سمعيه واستقبال القبلة انو قفك سمعيه وأنه قبلة وأجيت سيده قبلة وأجيت سيده وركني من أركان الصلاة كاملة أو أين سورة قل أهين إلا قفك إنه لي ما دم أجي تاسنا وحين قنا يسوحي به الدلة دي إذا كينا يوحا كاملة رسول صلى الله عليه وسلم واجي وروحوت كنجري بيت المقدس لكن مركي قبلة لو أقول علي إنه أجيت سيده صلاة لحذات قولة دي إستغل لتكتي markay ka tageen qoomkii kale masjidka quba ku tukanayay salaad dhaxdeed ayaa lagu bedelay oo la yidhi jeedsada salaadii xal quraan ba soo dagay hal jeedsado salaad dhaxdeed iyagu ku jir ayay jeedsadeen haday suura gal tahay waxay ahaan lahayd in halka isaga sii jeedaan salaadooda ay ku dhameystaan waxa jira dadka qaar ay suura gal u noqon karto inayna qiblada ayna u jeedsanin waxa kamida midalan qofkii muxaaribka ah salaatul khawfka ku jiray dagaalkii kafood dadkii gaalada iyo muslimiintu markay isagu hor yimaadaan qofkaas oo kale waa usuroobi mayso inuu qiblo xilliga u jeedsado
وحكرين أسروبين قفك مريض كأم جرن آذي آذن أجرن سورة قل أين وهاين يسونا قبل إن أجد سدو قفك دون تسارة قفك مركب كسارة قفك ديارة تسارة ومدد كاسورن هذا يونا كبقان إن دعيان أو كلا يونا قبل أجد سيجسي واجب كن نقول معي سدو كلا قفك سنة كناي isagoo oo sunnadaasna gaadiidkiisa saaran isagana waxa suuragal meel ala meeshii gaadiidkiisu u jeedo inuu isaguna isaga tukado suuragal ayay noqonaysa qofkii qiblada aan u jeedsanin oo qiblada isagoon u jeedsanin yiraahdo salaad baan tukanayaa salaadiisu waxba kama jirto illa laakiin waxa suuragal ah qofkii qiblada ku dadaala midalan ligaymin baraf baa dhacaya roob baa dhacaya qofkii waaba garan waayo oo wuu salalay dadka markii kale garan waayeen jihada qabladii ay ka jirto dadaalna wuu bixiyey dhinac buuna isaga jeedsaday waxaana caddaatay meeshuu u jeedsaday inayna qibladu ahayn qofkaas salaadiisii waa saxiixa mana soo celinayo soo celin maayo qofkaasi rugniga labaad walaalayaal waa qiyaam salaada marka la tukanayo waa in loo istaago waa lagama maarmaan kaasina waxay noqonaysaa waajib musalli iyagana qoror qof ayaa laga soo reebayaa sida aan istiqbaalo qibla uga soo reebnay ayaa suuragala iyagana dhowr qof in laga soo reebo masalan qofkii jirana oo kale waxaa suuragala inuu salaada fadhi iskaga tukado inuu salaada kolba siduu awoodo ayuu qofkaasi ku tukan karaa ninkii cumraan ibnu xuseyn ee xanuunsanaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu ku yidhi haddii aad istaagi karto waa inaad istaagto haddii kalena fadhi ku tuko haddaadan fadhiga awoodina qofku xitaa jiif ayaa suuragal u ah inuu markaas u ku tukado qofka ku tukanaya fadhiga uma bannaana inuu shay intuu soo qaato sida barkin oo kale iyo wejigiisa uu saarto suuragal ma aha laakiin wuxuu samaynayaa wuu ishaarayaa rukuucda wuu ishaari sujuuddana wuu ishaari bimacnaa waxaa laga wadaa qofku inuu hoos isu foorariyo sujuudiisuna ay noqoto rukuucda mid kasii hooseysa maala markuu rukuucdii saasoo kale uu yidhaahdo sujuudiina waa inuu kasii hooseeyo waa lagama maarmaan isaguna ayib salaada lagu tukado doomaha iyo maraakiibta iyo diyaaradaha waa salaad saxiixa sideedaas ayna qofka ugu gudaysaa lana soo celin maayo waxaa suuragala qofku inuu fadhiisto iyo inuu istaago salaatuleylkii oo kale masalan markuu ruuxu tukanayo salaatuleyl waxaa suuragala inaad isku darto qaybna aad marka hore masalan aada fadhiisato fadhiga aada qur-aankii ku aqrido markii qiradii wax yar ka dhiman yahay inaad istaagto aada aqrido kadibna aada soo rukuucdo sidaasna rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam wuu sameeyey waxaa kaloo bannaan salaada lagu tukado kabah iyo salaada in layska bixiyo kabaha labaduba waa masalo bannaan sida fadliga badanna waxaa laleeyahay qofku waa inay marna uu ku tukado marna uu iskaba la-aan tukado laakiin masaladu ma aha qof aan kaba qabini inuu yidhaahdo sunnaan tadbiiqinaya oo kabihii uu raadsado taa ma ah ama isagoo meel u baahan laga yaabo dadka shaqaynaya iyo kambaniyada jooga oo kale inay yidhaahdaan kabahanu iyagana iska bixinaynaa taasina sunno u noqon mayso marka waa masale u bannaan hadduu qofku masaajiddii goglanayd iyo guryihii iyo meelihii nadaafadda ahayd uu joogana kabala-aantiisa ku tukado haddii uu meelihii kale joogo iyo kambaniyadii iyo meelihii laga shaqaynaya iyo duurkaa uu joogana kabihiisa ha iskaga tukado wax mashaakila male marka waa masalo labada qayboodba ay bannaan yihiin rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulka ayayna ka sugnaatay arrintaasi sala allahu calayhi waalihi wasalam uuna ka hadlay kabahaasoo wuxuu yidhi haddaad ku aragtaan shay nijaase ah haddaad ku aragtaan qofku ilaa nijaase uu ku bixi hadduu ku arkay xitaa dhulka kusoo tirtira buu yihi rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam ciidda ayaa dahiraysa oo ciiddaasaa dahaara u noqonaysa waxaa bannaan in lagu tukado mimbarka iyo meel sarraysa imaamku uu ku tukado si uu salaadiisa dadka kale u tusiyo tacliim ay u noqoto ay u arkaan salaada saxdaana ay u bartaan sidaasna waxay ka sugnaatay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam
وحنو كتك ذا من بركيسي مركو سو قاري ركوعدي أيو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم سجود مركو سو دقي ربي أيو قهقراء وحلي لا ذا سمعي قدال قدال أيو أصوصيقي كدبنا أصل المنبر منبر كسل كيسة أيو كسجودي سجودي مركو رميستي لبضو ديبانا حدنا وو استاغي منبر كيسي بكل عبد سلادان قفكو وحو سمعينا يو للتعليم وي إنا يددكو أي برتان مركا صلاة السلاسة براتك أي رسولك وسقناتي صلى الله عليه وآله وسلم دام أي براتك رسولك وسقناتي ولقم مارمان إن صلاة دي براتك لغو سمعيو أو ددك المسلمين تاي أركان دد بدن أنقرن كريم باجرة بل إسكراف ددك عامده ددك ملتزمين تاها المساجد اللازم يجري أياد مرول بكو أركي ساقه لغداد أدو تراب بدن أو صلاة حقيا ذا كسابسن waxaa kamid oo kale walaalayaal qofka waxa laga marmaanka in wujubu salati ila sutra sutradi inuu u tukado yaduna waa waajib oo ruuxu sutra inuu sameesto waa laga marmaan sutradaasna waxay noqonaysaa shay wujub ah intaynan sutrada u gelin kabaha markuu ruuxu ku tukanayo haduu qabo la garay haduu iska bixiyo كواها مردقايو ديني إيسي مدق ديغان مايو حاجة بديحنا ديغان مايو هادو قفك للتو كانايو وحور ديغايا ماشي اللبدي سلقود قد حيسا هادو كلي جيهين ديني عب بديحو ديغان كرا مركا وحاكوسو بار هادو دل لتو كان لبدو الوغود نحضو ديغان كرا ديني جرين ميلا لوغو تلقالي كواه أولا ديكتو سيدا دا مساجد وغارتين ميلا يو لوغو تلقالي باجرا ميلا هالا ديكتو haddii aad jirin meel lagu tala galay kabahaaga intaad ama lagaaba qaadan lahaa ama sunnadii aad khilaafi lahayd labadaada lugood dhaxdooda dhigo sunna tadbiiqinaysaa haddii aad kaliya tahay dhanka biix waa degan kartaa haddii dad la tukana labada lugood dhaxdooda dhigan kartaa laakiin waxaa imaa ama latiif ay ku sugan tahay xagga hore inaan la dhiganin iyo xagga midig midna inaan la dhiganin sutriga sutrada la sameynayo وواجب إنو قفكو سطرة سميستو سطرة وحاوية الشيء دادكا كا قرينا ومد كاد براتك تكو أركي دونتان إن شاء الله تعالى مركان سمينين الشيء دادكا كا حجابية أو ميشاد كسو جودي لهيد وإن هذا الشيء لغاتو شيء غان انتو ليه وان توصينا إن شاء الله تعالى أرينتا مساجد ووين إيا مساجد يرير واسكا غمد وواجب سطرده sida laga arkay adillada rasuulka ima hadiiskiisa uu rasuulku leeyahay la tusalli illa ila sutr ha u tukanin illa sutra ina dhigata ma ogeyo ha u tukanin hana ka tagin wala tadaa ahadan yamuru bayna yadayk qof hortaada marayana hadaynin hafa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu alqarin yani ash-shaytan hatta qofka isku dayo inuu maro hortaada haddii isku dayo hortaada inuu maro la dagaalan waxaa sita shaytaan baa la jiri ah iska dhici oo salaada yuusan ka fasahaadin waxaa waajib oo kale sutrada in loo dhawaado waa lagama maarmaan in loo dhawaado intay leegtahay marka sutradu waa shay intay leeg rasuulka tilmaamay sallallahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi idaa wadaca axadukum bayna yadayhi mitla mu'kharati araxli فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك حدو قفك تكنايو وانو دكتو شيء لئك حق نررك كورها فرسك كورها فرسك وحال ليدا ذا فرسك مركي لساري يهي وحاجر ميل بردور ليدا ذو قفك ومركو ساري يهو سلك او كوهيو ايش قفك فرسك ساران سلك او كوهيو وشي ساسوك للوغو سميي سيدا الرحليجي kutubta la saaran jiro oo kale u eg marka shayga intuu la eg yahay oo kale sutradu waa inayna ka yaraan taasna insha Allahu ta'ala praktikta ayaan ku arki doonaa oo ku muujin doonaa hadii alla idin sutradu shayga hadii ay la ekaatay waxaan halka ka ogaaneyna inayna suuragal ahayn in la xariiqo dhulka in sida xariiq loo dhigto in tusbaxo kale la dhigto in waxyaabo yar yar dhulka saa mara yar loo dhigto waxaasoo dhan sutra noqon maayaan sutradu waa inay tahay shay soo kacsan oo kor u taagan waa inay tahay waa lagama maarmaan qofku sutrada markuu dhigto iyadu u jeedsanaya
دنك مذيقنا كمري مايو دنك بديحنا كمري مايو حديث كأرنتا كسو أرورينا وحديث ضعيف إن يمينا أو يسارا لنع لغير مرو سلا استرتاد وحال الربا إن سطرة النفط هذا الله قابله رسول صلى الله عليه وآله وسلم سطرة وحو كدكتي العصا ألبو كدكتي أو مغروزة أو رولك كم بدي أما وكتا لالي وحو كدكتا ورنكي يأبضي يتكلي يوحي لورنجري أشي ديريدو مرجن كحق هورا كولا هيدن رولك وكتا فنجري رسول صلى الله عليه وسلم سطرة أنه قنيسة جيد بو رسولك حقيس وجيت سدو سطرة كدكتي أسطوانة المسجد المساجد كتيرك كوي عليه ووين أوكله وين نقنا يعني يجون الصدر وامرأة مضجعة وحد عضي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم عايشة هردة حتى عن كذا إنه أتو كذي وصورة قال وحاكلو دعكر تأداب رتو قفك ضو نف جيلة وطاقة أنتو فريسيو إنه سدا وعرض بلر وفريسيو إنه ساسوك الأوجيت سدو وصورة قال انتا صور لان السطرة دا المهم السطرة دا وحين نقونا يسا شي تهاجن ايين نقونا يسا قدر كيسونا انتا انتو سندو نردن ان شاء الله تعالى تقريبا وانو سن ردون كان اوكالة يعني واح تاكا كير دير وانو يه تاكا واح كدير وانو يه تقريبا وانتو سندو ناي اعجاد دان بيها اوكالة او ضدكو هادا اي ودا يقانان يعني واحد مدى السطرة دا واح كير دير وانو يه وإن وح كير دير وإن تايوالا كما مارمان طيب وحا حراما قفكو مركو تكنا أيو إنو أجيت سدو قبورت قبور ودن كينا وضع ركتين ومساجد دي سبا قبور باكو وضع نحتال مركاسا قبري هذا نحقي سلوسي جيت سنية أرنتا وحراموي رسول صلى الله عليه وآله وسلم يا كهدلي أحاديث صحيحة بان وغسقناتي إن لوجيت سدنا ماه تحريم المرور وحكله حرام إن لما روح بين يدي المصلي قفك دو تكنا يو هرتي سإن لما راي وحرام ولا يجوز المرور بين يدي المصلي قف بين يدي السطرة هاتو الروح السطرة سمعستو مدي أنت الماميني هرتي سإن لما راي حرام أما مساجد أهاتو أما يينا أهانين أرين تاسنا وحان كفا إلي سنين دليل كرسولك أويل حديثك صحيحة لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه هدو أجيهي قفك مريا قفك تكنى يهرتيسا وحد شيسا أدنبئة لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه إنو أفرت تاقناده أي وخير بدنان لهيد إنو قفك هرتيسا مر أفرتن كاس ما أفرتن مع الموت با ما أفرتن بلوت با ما أفرتن سنة ما أفرتن ساعة با الله أعلم إلهي با أب علماء وحيلين أفرتن مع الموت إنه تاي با أبضن تاي سيدون طبعاتي أفرتن ساعة استاك هدي اللي قوله هذا لباتك وغسوان سيدا استرتت قفت كان أي هرتيسة هماري وجوب منع المصلي للمار بين يديه قفك هدي هرت هذا مرك واسكد يا انو مره ان اسكيلسو ايا واجب كو ادغنا رسولك وحوري صلى الله عليه واله وسلم ولا تدع احدا يمر بين يديك وامر لو ساري ولا تدع هكتك هدين احدا يمر بين يديك قفك اسكد يا انو هرت هذا مره هو اقولهن إذا صلى أحدكم إلى شيء رسولك حديثك صلى الله عليه وسلم وحولي هدو قف إذن كإذن كمالي أتكنا يا شيء أو يستره من الناس تتك كأستريا فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أو أضمع قفوني إنه مرو هرتيس أما وحون حيوان حتى فليدفع في نحره لونتا قلفت قفك أسكد إنه كصهر مرة لونتا قلفه وليدرى ما استطاع حيسكي عليو انتو أودو فليمنع مرتين الرواية كله رسولك وحوري حيسكي عليو فإن أبا فليقاتلو حديو ديدنا هلا دقالمو فإنما هو شيطان وشيطان حيسكي عيال مركا إساقنا براتك إن شاء الله تعالى وحاتكو أركي دونتان مركا سمين دوننا حدي الله إدمو صلاة على حديد
المشي إلى الأمام لمنع المرور وحاسو رجال حضو وح اسكود دايا إنو هرئ أصاص إنو كسوم رهرت هذا إن الأدونا تلابقا دو واسو رجال شيء با اسكود قف با اسكود دايا إنو هرت هذا مرو حيوان كي نف أريا اسكود دايا إنو هرت هذا مرو وحاسا ما يساعدونا الرقاق وهرئ أصعه إلا أدربك أما قوة نيشي سترة دي أصلا ما يستطي أد اسكود نجسو رسول كنا ويقد عليه صلى الله عليه وسلم نف أريا با وحود دمعي إنه هرتي سمر وسترة دا كسو كرسول كوا لا أرضي فصعى أرض بلسمي يي إلا مركي دم وكو قصبي إنه نفك أريا سترة دا قداش هذا إنه مرو سترة دا قداش هذا إنه مرو أهمية الصلاة صلاة دا وشيء آدي آد سترة مهم وحين سترة سي كاعل قفك صلاة ديسة يفسهاتك صلاة ديسة كؤما لهيد أي كالعلي نيسة بخلاف الذي لم يتخذها قفك آن لكن سترة دو سنسة ميسنين قفك دو سترة كتغو وحاجر وحيابة صلاة ديسة بكبرنا يجر وحاكم ذا سيد رسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وغسقن فإن إنو قوين يو المرأة هي حمارك هي كلب الأسود هذه قفك إسوه صلاة تكنائية سطرنا عن سميسانين قف دمرة أو بالغة أو قان قادو قف ويني أو هرتيس صومرو صلاة ديسي ويكجبين ويكجو عيسا وحالا ميدو أو كلي حمار أما الضمير هاتو صومرو أما أي جمدو هاتو صومرو أرين تاس دوا مثلو معروف كوا خلاف وين باكو جرع علماء نحضوضة أو لغسو بالله عهد الصحابة أو عائشة رضي الله عنهما أد ودودي سوء دايسا وحانا قال مدكتين دميري هي أيدي أيادنا ودرتين حساء هاتين مثل هذا وحالك هذا يوحى وي سطرة دي أهمية دي دي إن لا تصو لكن أدو قفك السطرة سميستو دمير إيو أي إيو دمر تون هذا قداشا ستكدم بي سطرة مران صلاة دي كاقو إن ما يعني مرك أهمية بي لها هاي إن الصلاة دي سطرة سميستو والاقا مارمان ولا ليال قفكو مركو أرماها سمييو أو أولي ما دو إس قبلة إنو قابلو أو أولي ما دو إنو صلاة قيام سمييو أولي ما دو إنو سطرة سميستو وحا أو سمينا يوكو وحاوي كحيقا أي إنو النيات إلا صلاة بروا إنو قلو ولي لما قلين إنو النيات صلاة أولي ما دو نيادة اللي شيغا يورطا محلوها قلبيغا وي نيادو واقون قلبيغا وحنا نيونا يوا صلاة وتكنا يو مثلا واتي وظهر وأفرق عضوت أما هو مغرب وصدح رق عضوت تاسو نيدي سكن نيونا يا لكن إن لو تلفظه أو أفك الله قد واقعي وبدعه رسول كان كما سقنان صلى الله عليه وآله وسلم سيدا استرتهد نيدو وأن قلبك صلاة داد كجرتاد أدربتين تكتون بعد نيونيسا كدي بقفكم مركو لي مادو نيادا وإنو تكبير لي مادو الله أكبر أيو الله إيمان رسولك أيها وحيولي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح صلاة الظهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم صلاة مفتاح إذا أما فرح الغوغة لاي وإن صوت غرقاته ويسا كورس حدان ويسا يبيا الله سنين إلا بوريستا كورس مركا صلاة وإن الطهارة أصوق على تواكو طهارة دا مركو قفكو لي مادو أيا وحو الله إيمانا يا هدنا صلاة دي تكبير وعنو قلو مركا وحالي لو تحريمها التكبير تحريمك بحاوية وحي تحريم ما أحل الله لك وحيا وبدون إلهي كو حلالي با كاستاغي انتظي با كاستاغيس هذا الكيبة كايس تاغي صعد كيبة كايس تاغي أمور تاسور لن صلاة داد قشو وين أي كاجوك سدا وتحليلها التسليم برسولك صلى الله عليه وسلم شيء أمور تاسد عن شيء كو حللي وهذا نكو بنينا ينا وتسليم تودن بيسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفكو مركو يرادو صلاة كبر قفكو صوت كيسة أما عد كيسة كور تكبير توقع هذا مايو إنو إمامي هاي مؤغي هدو إمامي هاي كور بوقع الله أكبر بولي هاي سوء دادكو أم قلان لكن داد كان مأمومين تا
إمامك كدب التكنية ومساجد كجس كجس مركو إمامك الله أكبر يونا الله أكبر وضعناها يو كرل قاضية مسألة ذا سوى مسألة خلط الله أكبر هي رهذان لكن إيو اسم قشيا ما مؤمن توح على قربا إن إيو اسم قشيا إن ضدك كلام قشيا ما وحأوبنا مؤذك إنه يسوى عدك إمامك كر أقاضة هدير الله باهضو مثلا ضدك إبا تربضا مكرفون مجر أما إمامك عدك سيباير صوت كيسا ضعيفة مركاسو كلا مبلغ وحلي لأضبع لصمين كرا الله أكبر إنه قفي لهذا سيدا هذا أتكو عركتين مركا قار هدير دعضو أوكلا إن لصمين مبلغا سوكلا إمامك هدي مكرفون كي وقو أوكلا مثلا ضدكن أي ترب بدين أما مكرفون لعام بلدتو كان أي قف مبلغا ولا سمينا يا مركاسو كلا طيب قفكم مركو صلاتي كرا الله أكبر أولا هذا وحاول لمن وامحي وإنو اللمذي كعمود رفع اليدين وإنو قعمها كر أقاضو وحربنا مركا إنا أمبرانو قعمي يو كر لو قاضو إيه كيفي ذا هبك اللو قاضي يواسده صدح كيفيو أيا رسولك كسوغناتي صلى الله عليه وآله وسلم صدح ضوضو بانوا صحيح وين السوغيهن رفع اليدين يرفع يديه مع التكبير إنو قف كل وضع قعمود إيه تكبير تإسلاق عضو تكبير تإيه لوضع قعمود إنو إسلاق عضو الله أكبر ساسوك لإنو يلاهدو إنو الله أكبر تهور مريو قعمها قادس توضع الله أكبر تأي كهر ريسو أما إنو قعمها قادس توضع وهور مريو وحانت كو أركي دونتا إن شاء الله تعالى أن دب أقول لغينا مركة أن سمعيني إنو براتك إن شاء الله تعالى قفكم مركو الله أكبر أو يراهدو أو قعمها قادو الله أكبر تسلي يراهدو وحو كرو قاد يرفعو هما لودي قعمود بكرو قادا يا ممدودة الأصابع قعمها قي وفروه دي ساء التاقينيهين وإنو قفكو قركو كرو قادو والا قم مارمان حال كيل لقارسين يا قعمه ومسالك لأيدنا لبا الرموت بار رسولك كسوغناتي صلى الله عليه وآله وسلم أرنت هوري وإن لقارسيو حد والمنكبين لبا دا قرب وإنو قفكو كؤاديو لبا دا قرب وإنو كؤاديو أرنت لبا دا وإن فروع إن لو آدي فروع الأدنين لبا دا دقود قيب طوضا هوسي أو فروع للي رادو قيب تاير إن هالكاسو كالاق عميه لقي يؤيدنا واسورا قل مسالة كلا جرتو لكن خلضة ودتك قار أي سميان شحمة الأذنين اللي بدأ دقود هلب كوداير إني تابتان وصيداس أو كلا يرادو هالكا قعمها يكو حقان مسالة ذاتنا من دواء الوسوسة بيكا ميتا وحيابها قفكا وسواسكا أوكينا وانا بدعة أن سوغنا نوي مركا لبدا الرمودة هوري أي رسولك رسول مركا قفكو إنو إسلاق هذا الله أكبر ساسوك له إيا إنو الله أكبر إنتو يريد هذا قعمها قوضة أما إنو قعمها سيق هذا كدبنا الله أكبر يريد هذا لبداً ميرودنا وقارسين أما هلكاس لبداً سينا وإنت رسولك كسوغناتي صلى الله عليه وآله وسلم سؤاشك له ولا ليال وحين قنيسا حقيلة لغاية انتهي لغاية أي سؤال وقعمه مركي لقاضو إلا هدو وحن كهدن يو لقاضي حقيا لديقيا قفكو وحور ديقيا قعمي هيسا صدري هيس صدري وحبتك أما اللابت ميش اللو يقانو لبضا الناس تو شوضا أيا وحالة ساريا قعمه هاقي أو صدا إسو سارا أيا لساريا حديث كاسين وحو كسونا دي رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك أيو كسونا دي صلى الله عليه وآله وسلم وحان سجنين أن وحديث صحيح كسو أرورين وضعهما على غير الصدر إما ضعيف وإما لا أصل له وحان أهين إن لقى حبتك أما اللابتا وحي كسو هاري أردن أما وضعيف أما أصل بمالي سيدا استرتاد أما حديث ضعيف كسو أروري أما وأصل بمالا إلا يلاهدو هذا مثلا كليد أوكالي لغو قبصدو إن لصارو على أشهر نحذية مثلا إلا صاروا رونت أو كلا كل هذا ووحوظ ضعيف أن أدل الصحيحة أنيسا نمرك وحاقون سوغن كليا إن حبتك أما اللابتا لصار أياسوغن
سؤالك لو وحي نقول هي ساقفك مركو سلادة تكنيو حجابو فيرنا يا قفك أنتو سلادة كجرا وحو فيرنا يا موضع السجود ماشي وكل سجود لها وفيرنا يا مركي لجر يا بو التحيات كمركو أغرنا يو التحيات كمركو أغرنا يو الصبابة فرتها مديك أو تاجن الله إشارة يو أيو قفك فيرنا يا وحي كسوهر التحيات كأردنا وحو فيرنا يا ماشي وكل سجود لها أرنتا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أي يدنا كسوغناتي قفكو مركي وتكنا يو ميدق نما فيرنا يو بدح نما فيرنا يو حدو أرمها سمي كر نما فيرنا يو أرنتا سنة وحو رسولك كتل مامي اختلاس يختلص الشيطان من صلاتي ما صلاة العبد وحولي وضفت أو الشيطان كل عرر يو صلاة قفك مركز أرتان قفت كنا يو رنكا سي فيرنا يو أما قفت كنا يو حقا فيرنا يو أما قفت كنا يو عركا إسكا فيرنا يو الشيطان با صلاة دي سي لأرد يو لعرر قفكا سنة الشيطان كا أيو سي فيرنا يو رسول كوحوري صلى الله عليه وآله وسلم قفكا صلاة كنا يو أو عركا فيرنا يو ميوزا كبقين إن إلهي با إن ديه سكاقاتو إن بهاجي سبحان الله إن لقاتو لقاتفو ميادا كبقين سيدا استرتد ولا ليال وإن إلى لنص نظر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن نفير إنه ماشي وقفك كسجود لا محل سجود وإن نفيريو تاسب رسولك كسوغان حديث صحيح صلى الله عليه وآله وسلم إنت أمرك الروح سمعيو وحسوك جاري إنه افتتاح سمعيو ولفتح هذه لما جاري افتتاح باكوري افتتاح رسولك صلى الله عليه وآله وسلم دعوين فربضان باكوسو أروري وآدو تربضا وحن كسو قادة إنا مثلا لابد عسي أن دادك أتص إنو إنو قفك يلادو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد صحيح البخاري مسلم لابد شيخ أي استغتقي دعادة دعادة اللباد أن صوق علينا وحى ويقفك إن يراد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركو افتتاح أغرنايو كرب بو أغرنجري سي ضدك أبرتان أو يلقب صدان طيب ولا ليال هدو قفك افتتاح سلي مادو دعاء معان هدو لي مادو توحيد كترضى بدني وكل هاي هاي كدب وحسوك يا قرضي إنه أسوك ولي أنت فاتح هذه أصلا باللابد وحاكه الرأي هذانا إنه الشيطان كإلهي كما قنقره سبحانه وتعالى الشيطان كسيدة رسولك إن طبعا وما قنقر الجرامة أدلة صحيحة وصغا لبكي في أياك مدى إنه يراد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما إنه يراد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وحاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همزي وحاوي الشيطان كوالديس نفخين وحاوي الشيطان ككبركيس نفثين وشيطان كقبيكيس يشعركيس أي نقنيس إنت أمرك الروح سمعيو وحاحيقة إنو بسنك لي مادو بسنك مركز سيدي الله أقري ما كربا الله أقري ما هوس با الله أقري ما بلا أقرنا يميا صدح ذا قول با علماء دو ويشيغين لكن وحا راجح إن بسنك الله أقرنا يو وانا آيات فاتح ذا كمدة سيدي حديث شيخ الألباني وحسن كردقاي ونوشيغا يو لكن قاب كالله أقرنا يا والا سيري سنيا بسنك خاص بالله أقرنا يا أو والله سري سنة يا طيب أنت أسمرك وقفك سمعيه وبسنك لي ما دو خاصنا هو أقريه وح حجاي وإنه فاتح دي وأقري الروح فاتح له وركني يضل أنت يضنا صلاته سروب ميس قف البوا إنه أقريه والله كم مرمان حدي وقفك وسن أقون كعجز مثلا دتك هذا صو إسلامي أو كله
دتك عجمتا اون غران كرينو هادو كلا سو اسلام اي كو ادغتا صلاه دين اسلام كنا سو غلى اني صلاه كلام با واجب كو اسلام مركا ما حي سمينيان وحا سوره غلى اني برتان ذكرغان اسغا ايا كسهلن انت فاتح لك برانيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله مركا ذكرغاس ايو قفكو اخرين كرا انت وفاتح هذا كبرانيا انت مركو مركا سمعيو وحاوي سنده سيده سنده اقراده فاتحه لا اقرنيو وان ايه يقطعها ايه ايه رسولك صلى الله عليه واله وسلم سيده سمين جري ايات ايات اي اكل جري جري وحنو كو استاغ جري على رؤوس الاي ايدها دمات كودا اما مدخودا ايدا كله ايو كو استاغ جري مركا مخو اورن جري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول سداس أي رسولك كوة جري صلى الله عليه وآله وسلم مركة قراء مفسرة أوكل جوك جوكتا أو دقين أي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أي أخر جاء قفك مقتدقة أو إمامك كحرانيا أما كديانيا يسونا فاتحة وأخرنيا ومسألة وحقا خلاف كجرو صلاة سرقة خلاف كمجرو إمام إيا مامون بوي أخرنيا لكن صلاة جهرقة أو إمامك لدقيسنا إيا قرديسة أي خلاف كجرة علماء نحضوضة سيد الراجحة والله أعلم حين قنيسة قف ولبا إنو أقريو قف ولبا إنو أقرأ إمام يا مأموم صلاة جهرية صلاة سرية متكر لو أقرأ من هوس لو أقرأ إمام يا مأموم إنتو بوين فاتح هذا ولا أقرأ قف ولبا وإنو أقرأ ولا جم مرمان طيب قراءة وإسخلاف يسا مرر ولا ديرين مررنا ولا جابن سيد الصلاة الصبح وكلا قراءة وحي كديرتهاي صلاة هكلا ظهر كأيا صورة عصر كأيا صورة سداس أي مركز صلاة ذي أكل ديرين صلاة الليل كنا انتبو يغو ويكسر ديرته وحانا سوغنا ذا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم إنه آد إي آد وديري أن يجعل القراءة في الأخيرتين أقصر من الأوليين اللبضة ركع ضوضة الدنب يغونا وحي كجابيهين اللبضة ركع ضوضة هوري أي كجابيهين قدر النصف يعني وحاول رجع عدوى لبر رجع عدك لو يكسي جابنت هاف كيد بيسين نقد رجع عدوى لبر مدك على أي هاف كيد أي سين نقد عيسى طيب إمامك وما بنانا إنه قرر أدتك أقول له رأيه محاجرة وحاكود بتكنايا قف وين أو دقة قف جرن قف ذا الحاجة أنتوا وحاكود بتكنايا أرنت أصلا وحاي أهيد arintii ka dhacday doodii mucaad iyo wiilkii ee la soo tukaday ee mucaad salaada ku dheereeyay kadib salaada uu ka goostay kadibna rasuulka la isku dacweeyay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasuulkuna arinta waa kii kala xukumay waxaana xaqi la siiyay iyo guushii halkaas ku raacday wiilkii ninkii loo jiray mucaadna wala canaantay oo waxaa lagu yiri dadka waxaa ku jira qof weyn waxaa ku jira qof ee jiran waxaa ku jira qof dhul haaja oo umur iyo hawle ayaa ku jira marka salaadi sidaas baan imaamkii loogu ogolayn inuu sidoo rabo uu ka yeelo ma aha waa inuu dadka la socdo xaaladood tay waxyaabaha kala intaas hadii uu qiradii aan kaga soo gudubno waxa la soo gaaray rukuucdi rukuucda markii markuu qofku uu soo gaaro qirada markii uu ka baxo rukuuc ayuu rabaa inuu qofku u soo dhaco rukuucdaas marka gacmaha kor baa loo qaadi saddexdii qaab aynu hadda ka hor markii takbiiratul ixraam la xidhanayay loogu qaadayay ayaa hadda ugu qaadi marka waa maxay qofku markuu sidaan oo kale u aqrinaya qiradiisi oo qiradii waxay soo xusuusinaysaa baraatika ayaad ku arki doontaane markuu gacmaha sidaa qofku isu saaro رسولك وحا كسوغناتي صلى الله عليه وسلم إنو سداس لو سارو
إنقاب كالو قبطو إن سيدا لو قبطو إن سيدا لو سارو لبدا كيفية با رسولك لبضو با كسوغناتي صلى الله عليه وآله وسلم مركو قفكو إنو تكبيرتا إيو قعمي سلاق قادو مركو ركوعي هادان الله أكبر إلين قعمي با كر لو قاديا أما هور مريسو قعمه أما تكبيرتا هور مريسو لبضو با ماشي لقين إيانا وأن لبدي أنو مركي صلاة الحرين كسو مرة أما لبدا قرب أياد جينيسا أما لبدا دقود أياد قيب طولا هوسي جين كرتا سيدي كيفية الركوع دوا حبك قفكو مركو الركوع وحصار يا قعمه يسا لبدا تشيب أيو صار يا أما لبدا اللود أما لبدا تشيب ده أيو صار يا سفي عنا وأقبن قعمه يسنا wuu kala kala geynaya oo gacmahan ma isku dhajinayo wuu xogaa wuu kala geynaya fkaanno qabid sidii soo qabanaya labada jilib ayuu saas oo kala ugu taagsanaya dhabarkiisa qofka tukanaya wuu taagaya yabsuduhu wuu fidin xataa culimadu waxay yidhaahdeen haddii lagu shubo biyo waxaa la rabaa biyahaas inayna daadanaynin براتك أيان إن شاء الله تعالى كسمين دونا ولارك دونتان ويلكي لطول سارة حتى إنو سن دعين قفكو مركز الركوع سيهي مضحا هوس أردك مايو وحان كوادنا إنو قشادة لبدل لو رحضو سيداسو كلا إنو أفر رسضو ما كورنا أقادي مايو لكن وحال الربا إنو استوسيو وسيداسو كلا قفكو أهادو أيان لو بهيه أذكار معان آيات ركوع دكو أغرن أما سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي العظيم وبحمدي أقري أما دعوينك كالسيدة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رسولكنا صلى الله عليه وآله وسلم واجدا به ومركي سورة إذا جاء سورة النصر إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا مركي سورة سودكتي عائشة رضي الله عنها وحيلاده كان يتأول القرآن كان وحوها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتأول بالقرآن يعني قرآن كأي كرق مجري كرق كقرآن كنا وحاوية رسول كاير اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم وحالي عشان تصبيح لان لقاها اللي استغفار تبا ركوع دين اي سجود دين مركم حورين جري سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وذكر وفي عن ان شاء الله تعالى او سجود اي الركوع دا لبضا بلقو اقريو اي نقون عيسى وحن بنانين قفكو مركي او تكنا ايو ركوع دا او كجرو ركوع دا انات كو اقري دا قرآن ما بنان سيدا اين او بنانين سجود دبا إن قرآن لغو أقريو أمور تاسنا رسول كأيان نهيي أو ديدي صلى الله عليه وآله وسلم ركوع لمركو قفكو قافكا الركوعو وكسو توسيا اعتدال بالي دا الركن قاس والركن سلادنا ركوع سلادا ركوع لهين ركن با كما قد ما أنصحيسو حدانا لغا توسين أن ركوع انت لغا نقود اعتدال لغو لابانينا إيادونا مجرتو اعتدال كاس مركو الروح اللابتو ساوسي كعيبا سمع الله لمن حمده أيو لي يقفك مركو توصنا ذه قصي التوص إسو استاجسنا وحو ليه اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ذكر قاس يا أوفي عن الله أقريو الله رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم من سحابيا أيا إسو تكن رسولك وتكن كد بقى أقري مركو ووم مغل وحوري مركو صلاة كبح يوها قفكي لها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى يوها مركو نين بايد أنوها يا رسول الله ونقم بان أولا جيدي وحوري الله بي يتوان ملق وأكل برتمايا أما أكل أردية كي قري لها وكلمة كرع قاد لها بان أجيدي بول مركو ذكر آذي آد وناكسا إنو قفكو برتو وهالكاس كو أقريو أيضا إن شاء الله تعالى اعتدالك مركو الروح سميعيو وإنو سيدي اللابتو وحان لدي الدنيا هاي أون الأقولين إنو قفكو انتو روان ركوعي والركوعي كسي السعود سجود آدو
أما الركوع لوحي أنت سيد هذا سجون سجنان إنه إطمئنان يحصلوني بلقي هذا أنا أول لابتو لما أقوله وأنا ستة أول لابتو تهجني دي وركنه حتى يرجع كل علم مكانه أما كل فقار مكانه رسولك صلى الله عليه وسلم يحول إلى حب ولبا وكل نقض مشيسي لفه ربركة وإني مشوا دي كل لابتان وحب ولبا مشيسي وكل لابت هل كاس مثلا وحنا كجرت علماء وحقا اسكو خلافين الشيخ الألباني وحقا علماء أهل الحجاز الشيخ ابن باز ابن عثيمين وحقا فرط وواجا كير قدي وولي يهي ولا لها يقاس حجاز أهل الحجاز مثلا ويكو خلطما يعني اس وحقا كير ليحين ايو مثلا اسنا وحاوي قعمها ما وحا لو علين ايا مركي هوري قرادة الأغرين ماشي هيا نو هالكنا مركي الله الركوع إيه لإنت الركوع إذا لقى الله بتو اعتدال في الوجه رقع مهما ماشي بقى لو علين بس هو لسي الدين إيه ومثلا في الوجهين علماء دون ويسكو خلافين قولا وحيدا هو لو علين قولا وحيدا لو علين مايو سيدا هذا بنا خلاف كعلماء هدو مثلا أن مركي الدليل الصحة قولا هاي ستاهم قولا ذكرا وحبا أين هاي سنين وحبا ليسكو ما مشغوليو مركي مثلا ذا لكن والله أعلم وحد مودا الشيخ الألباني رحمه الله إني سيديس وسو عبرة يا صحيح تاي محاجر قعمها معها لفها لفها لقاها الله يو حويا العظام الفقار ولفها ضبركة وحل لقاها الله يا قعمها معها أي كسي تقريرنا يا قفكم مركو اعتدال كاسم أيو وحو أسو قدبا يا سجودي سجودي مركي أسو قدبو وحو أرد عيا على يدي سؤاش اوه الرئيس ابو حوي مركات دعايسو ما لبدا قعمود بدل دولك او هرمارين مثل لبدا جلب ومثلا نفتيد الاسكو خلافه ابن القيم رحمه الله اي تفسير مري الشيخ الالبانينا ارنتاس وكو خلافي وحين المثل ده خلاف كيدو كئما رسول كوحوري صلى الله عليه وسلم ها افري سنين سيدا جيلو او افريستو مركي جيلو لبدا اللغوط ee horabo dhulka ku dhuftaa markuu fariisanaayo idinku lugaha dhulka ku dhufanin marka dadka qaar waxay yiraahdeen labada lugood ee anagu laba lugood waxa meeshoodii noo jooga labada gacmood qoliyaha kalena waxay leeyihiin gacmaha la yiraahdaa lugaba ma aha kuwa hore sidaas darteed waxaa saxii ah inayna lugo ahayn ee gacmo ay yihiin marka lugo anagu laba baan qabnaa sida geel afar ma qabno sidaas darteed haddii la yidhi geelu laguhu dhulka ku dhuftaay adugu ha ku dhufanin adugu waa inaa inagu gacmaha u dhacno sidaasi sida saxiixa noqonaysa marka gacmaha ayaa la hormarsanayaa insha allahu tacaala masaladana sida saxiixa sidaas ayay noqonaysaa ee qofku markii uu marka uu sujuudo oo u dhaco sujuuddaas oo gacmihii aada hormarsato labada gacmood farahaas wuu isu dumayaa ma kala geegeynaya waa inay isu duman yihiin waana inuu qiblada u jeediyo xaggee buu dhigayaa wuxuu dhigayaa labada garab ayuu ku aadinayaa meeshaad labada garab markaad sujuudayso ilan qofku inuu isu wada foorariyaa la rabaa markaad saa isu foorariso labadaada garab meeshay ku aadan yihiin gacmahaaguna dhinacyada ha ka yaalaan ama intay wax yar dhaafaan furuuca aludunayn labada dhagood ha ku aadaan waa un labadii meelood ee hore in ka hadlayna labaduba waa suuragal walaa yarfucu ذراعيه عن الأرض ويرفع ذراعيه عن الأرض بس لا دهسنا قفكم مركو سيدا وصمين يسجود لبضان رضون كرب أقاري مركا رولك إنو كو يسكجوغ لنا ذان ما رسولك وحولي صلى الله عليه وآله وسلم قفكين مركو تكنا يو يوسن سمين سيدا أيغ أوكال أيغا أيا وحوفي صدا لوها سوكال مركا ذراعين كا إذنكو هفت سننا qofku markuu sujuudsan yahay marka toddoba xubnood waa inuu si fiican u makamiyo waxaa laga wadaa toddobada xubnoodba waa inaad si fiican uga sujuudo toddobada xubnood waxay noqonayaan inuu dhammaantood wada ka sujuudo waxay noqonayaan jabhada oo ah wejiga waxaa la socda sanka waa isku mid rasuulku markuu tirinayay sallallahu calayhi waalihi wasalam wejiga iyo sanka gacanta hal mar unbuu ishaaray iyo labada kafeyn labada gacmood iyo labada jilib iyo labada lugood ee dambe atraaf alqadamayn yacni waa faraha lugahaad ku taaganta intaas markaa sujuudi waa inaad kulligood mid walba dhulka aad saarto toddobadaa xubnoodba waa inaad dhulka ay hayaan ayib toddobadaa xubnood markaad dhulka saarto
labada jilib waa inay si fiican jabhadu waa inay si fiican dhulka ay u hayso waa wajigaaga labada jilibna waa inay hayaan اطراف القدمين لبداده غمدودنا او لغه هاغه وين هيان وان اني تاغن يهين فرها لغهنا waxay u jeedaan dhanka qiblada ah labada irbood qofku markuu tukanayo rasi wax leeyahay abu samayn praktik dadku arki doontaan insha Allah ta'ala rasi waxa way inuu sida labada lugood irbahooda ay soo hayaan labada lugood waa in saa soo hayaan qofku inuu mar midba meel saa u dhigta ma oo salkiisina dhaxda ku aadayn waa inuu sida ay u taagan yahay waxaa soo arooray xadiis sheikh al-albani mu'akharan oo ku saxiixiyay saxiix abu daud in labada fakhidood iyo labada jilbooyinka iyo jilbaha naftooda markii la sujuudayo in la is saarayo iyagana misal kale way inta marku ruuxu saa u sujuudo ayaa waxaa u soo baxaysa sujuud wanaagsan أو يتحمل عليها وروح سفي عن وسجود يو قار كيسي دم وكر مرا يو قار كيسي هران سجود أو خاص هذا يو سلاس أيا لوجه ليه سجودا وينو كحصل وقف سيد الركوع دي عن صومرني هذا نوينو كحصل أذكر معان أيها هذا نقرنا يا سبحان ربي الأعلى وبحمده والله بكل الرواية سبحان ربي الأعلى ويسوغنتاي سبحان ربي الأعلى وبحمده هنا ويسوغنتاي يدنا أما وحال ليداهي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سيدان حقبا أن كسو أمرني مركو الروح سجود سيهين الدعاء ذو بذن وميش رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حوري قفكو مركاس وقلو يهي الله سبحانه وتعالى وحون أولكو يهي إن لأجيب الدعاء ديسا الدعاء يستا مركاس والدعاء ذا بطسدا مركو حلو باهي إن دعاء ذا لدعاء يستا وقفكو دعاء ديسا أو بطسدا أيا لو باهي طيب وحاسو رجال قفكو إنو وجيغا نولكا سارو مركو سجودة يو وحاسو رجال أوكال إنو شايكا لأرده هايو إساقا إيو نولكا إنو وحرده هاينا واسو رجال مركا نولكي ون إنا سارت إلا أول سجايدهن إيو مرضي إيو سجايدي إيو شايبا نولكا كاحيكا كارا وح مشاكلا حصيرتي يدرينتي وح مشاكلا أرنتاسي مالها إيادون سجودة مركو قفكو وسجودة يو الافتراش والإقعاء بين السجدتين باسو عروري لبدا سجودوت نحضوضة قاب كالو فرسانيا لبدا سجودوت نحضوضة لأن رقع الدين لأرك لبدا سجودوت بيلاد سجود دمرك هذا عضو اتصوك عضو افتراش وحل الى والا والو فرسان كرا إن لقوغلدو سنت ماها إن لوك لديا وإن لوك تهاد اه قوغلتو وافتراش براتك تعيان إن شاء الله تعالى كم بجنتونا أما إقعاء فرد اللي يده هذا oo labada lugoodo saa u taagan salkooda lagu fariisto halkaas waa daragteen inuu markaas oo kale ee lagu fariisto labaduba waa suuragal laakiin qalad ee atxiyaad ka dhexe ma soo aroorin oo saxiix ma ah in sidaan oo kale qaabka iyagu u taagan qofku uu fariisto saxiix ma ah tayib markuu qofku sidaas uu fariisto wuu ku xasilayaa itmiinaan ayaa loo baahan yahay inuu sameeyo qofku markii uu sujuudsan yahay waa inuu sujuuda uu ku xasilo inuu ku xasilo oo uu si degan u sujuudo lugta bidix uu guglanayaa lugta midigna way taagnaanaysaa faruhuna waxay u jeedayaan dhanka qiblada ayay u jeedayaan markuu fadhiga ku jiro waa fadhi lagu nasanaya naftiisa oo ictidaal uu qofku qof fadhiga waa inuu ku sameeyo itmiinaan iyo deganaan uu ku sameynayo wuxuu aqrinayaa ducadan iyaduna wuxuu leeyahay allahumma gfirli وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني اما وحورن كرا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي بكل علين كرا وسمين كرا طيب سجدة ثانية سجود اللبات وان تاهرين صوصفين او كلا ايو ايادنا وحو كسما يبو كسما ينيا مركو لبادا رق عضوض وصدا ارنما يو حجدا هل رق عض مركو ارنما يو oo uu ragcaddii labaad rabo inuu kaco jalsatu listiraaxa wax la yidhahda buu sameyn micnaheedu waa inuu ku nasto markaas sii kiciba isla markaaba inuu qofku furuq horey ka yidhaahdo ma aha markii aad sujuudo ood labadii sujuudo dhammaysato waa inuu qofkii gadaal haddan u fadhiiso sidii iftiraashkii sidii soo atxiyaadkii dhaxa oo kale ku jira inuu haddana gadaal intuu saa u wixay kadibna uu soo kaco ayaa loo baahan yahay intaa markuu sameeyo ruuxu ragcaddii labaad ayuu u kici
ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية عد المركز لما يسوء ربطين الركعة عد اللبات أكعضه وإنه الروح يستاغو يسوء حوق يسقع معها سو ساريو سا أكعي قابك أكعيو أي هذا العلماء كهضلان مقع معها رولك أيو كفت سنة يو سا أساري مثل سيدا سؤول الله بيا مثل هذا إن شاء الله براتك تايكم وجن دونا وحا راجح إنه قعمها الله بيو سيدا عاجن قفكم مركو قراعي أوكلا بركي يو وحي دمر كي وادكو عرفتين مركي قراعي عند ساس أوكلا لو سو الله بوا سيدا بدا مركا سيدا أيو يستاغي وأكعي إن شاء الله تعالى وحونا كسمينا يا رقعة دان رقعة دي هوري وحو كسمي افتتاح بونا سوء إلينين لكن انتي كلا وحو كسمي أيو كسمينا يا انتا مركو قفك سو قارو وحو سو قاري التحيات كي لحي أيو سو قاري رقعة دي اللباد مركو كبحو التحيات كي لحي أيو الله إيمانا يا وحونا أفري سنة يا مفترش سيدا فرقي اللباد السجود ودحي وفرقنا يو لوكتيسة أيو كفري سنة يا لكن هل كان هريبا نو إشارني إقعاقي فرقي نوع عانا هايو صلك الوفري سنة جري إنو سن قفكو أفري سنينين ويضع كفه اليمنى على فخذه أدعيات كمركة جعنت ملك وحو صاريا جلب كيس ملك بطول صار يوزدول صاريا نهاية مرفقه على فخذه مركة وحو صاريا جعنت يساس لقت بديح أي دش يلا أصار ران يسا مدة بديحنا مدة جعنت بديحنا لقت بديح أي أيضا دش يلا أصاريا ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى كدب وحوق روح صمينا يا تحريك الأصبع إنه فرطة بقاتشيو مسألة ده سنة ومسألة كسو نعطي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحيا أبو بضن بانا لغو شيغي رسولك وحوا كان يحركها يدعو بها ونقا جنجري ونكد عي سنجري مدك الشيطان كان وي عير سابا ليرو أدبع عير سابا فرطة سقو عرّا مركو قفكو مركو قعانتان وضلابو وفرها اللابو وحو فيدنا يا فرطة صبابة اللي يداهدو كليا إيادا أيونو فيرنا يا قابكو أحرى يو فرد حدا إيا صول كان أما ساسو قدل سارا يا أما حلقة أيو سمينا يا لبدا كيفيو أيا صوص عرورت إيادا رسول كسو ناتي صلى الله عليه وآله وسلم إن حلقة سيدا مريق أو كلام وريق سالو سمينا إيا إن لدل سارو مركا تن لكن مرو لبا ويتاقن تا إيادا رقاجين تفرطة قرمو بلاب قرمو سدجين يا ولماذا خلافات بيقليان لكن سيدة صحيحة مثل داس وحاوي صلاة دا التحيات كمرك الله بلابا لا لب بلاب رقاجين التحيات كمركو رمالنا ولا لرمي انتا مرك رقاجين تو ايضنا ويسك صعون ايسا قف كمرك يا التحيات كجرانين وحوفيرين يا سيدان شاقني فرطة ايو فيرين يا سيغدا التحيات كا سيغوين بدن وكل دوان باصو أروري تحيات ابن مسعود تحيات ابن عباس تحيات عائشة تحيات عمر تحيات مرك إلا لحمة الضبط وذا صحيحة يشغل الباني سو قوريي هل حبو أيين وكسو قادة إنه تحيات ابن مسعود وحواها تحيات وصحي صنو تقريبا بخاري مسلم سو التقيم وي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحيات كاسوحون قنيا متك أوصح يحسن وي إنك استوى نفتي صوحها خلافة علماء أي قليان ابن مسعود رحمه الله بوحليه رسولكم مركو نورانا سلاسا ليه جرني مركو جيريودين وحان أبدالي التحيات لله الصلوات والطيبات السلام على النبي مركو على النبي عائشة نفتيضو ويكرر عضي مركو علماء وحيدين لبدا من السلامة وصحيح وي مركو التحيات كاقفكو لي مادو والتحيات كاسورة قول هذا كالوحي والجوابي رسولك صلى الله عليه وسلم مركو جوغي ونولابا أصحاب بضنبا ميلك لو كالدوان كنولا أو الضمة بدن بأسحات وتجيرين ميل بدن بيجيرين سفرة لجيل جيرين دجال بيجاد بأدي جيرين
رسولك كم أورنجر المركز دي جم قنتين السلام على النبي ده مركز سيداس السلام عليكم إن أهاتو مركز سيداس أنا المودة جمهور العلماء هنا أبضن تهيو سيدا صحيح إن شاء الله تعالى إن تذكر سيدا ليس كيرا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول أنت مركو لقفك رسولك أي قصلي صلي رسولك أن كيفيات بلان باسو أروري أو صحيح الشيخ الألباني كتاب كيسو قسو قليل اللي عم تضبع مركا حل كميدة بين صوق قاضينا إن لرد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن كاس وصيغ الإبراهيمية اللي لادو وانا صيغة صحيحة إن شاء الله تعالى وناكسن إنو قفكو ليماد كدبنا إنتا مركو أغيو وحي دعاء إساق أي قفكو إن شاء الله تعالى أعجبه سوء رسولك شيء دعاء مدي عجب قليسية وحياوة أورو هكو دعاء استو رقع دي صدحات iyey ragcadi afraad buu kacaya iyagana wuxuu ku sameeyay labadii ragcadooda hore umbuu ku sameeynaa walakin waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan laakin qabla an yanhada yastawi qaa'idan ala rijli al-yusra yani markuu labadan ragcadood uu sameeyo intuna ta saddexaad uu kicin hadana waxa weey qofku markaas midda saddexaad markuu ka kacayaan ujeeda midda afraad uu sii kacayo iyadana wuxuu ku nasanayaa fadhiga isaga haye hore aan u tilmaamaynay qunuud ayaa soo aroray in la qunuudo oo la ducaysto qofku soo salaada ku jira marka qunuudka qunuud la yidhaahdo qunuudu naazila iyo qunuud lwatri baa soo kala arooray qunuudka naasiladu waxa weeye haddii dhibaato ay dhacdo oo muslimiinta mashaakil ay dhacaan colaadii iyo abaartii iyo dilkii dadka la leynaya iyo waxyaabahaasoo kale markay jiraan rasuulku sal allahu alayh wasalam dad haddii loo ducaynayo ama kuwo kale la habaarayo rasuulku sal allahu alayh wasalam waa qunuuday waxaana lagu ducaynayaa xilligaas wixii uun umuurta iyada ahee laga hadlaya ay tahay ayaa lagu ducaynaya oo munaasab u ah arrintaas iyada qunuud kalena waa qunuutul witr marka imaamku markaas waa ducaynayaa dadka kalena aamiin bay dhahayaan gacmahana kor baa loo qaadayaa qunuudka la yidhaahdo witriga soo ma aha witriga ama dadku hawada tukadaan oo dad badan ha la ahaado sidaas taraawiixdiiya salaatu leylka aan ku aragnay iyo tahajudkii ama qofku keligiiba ha tukado isagana qunuudkaas waxaa la jideeyey in la qunuudo waa wax la jideeyey waxaana qofku uu aqrinayaa markaasoo soo arooray allahuma ahdinii fii man hadayt wacaafinii fii man caafayt watawallanii fii man tawallayt وبارك لني من الخير فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولا لا من جاء منك إلا إلي دعاء رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء ذي أوبري صبت إجيسي أما حسن بن علي أيوب ويلك رسولك وأوغوها صلى الله عليه وآله وسلم التحيات كي أودن بيي ayaa lasoo gaaray iyo qaabkii loo fadhiisan jiray atixiyaadka u dambeeyey wuxuu kii hore uga duwan yahay qaab fadhiga kii hore iftiraash baa la yidhaahdaayo sinta dhulka waxaa la weeyey iftiraash lugtaa la goglanayay kan sinta ayaa dhulka la dhiganaya isagana baraatiga ayaad ku arki doontaa insha allahu tacaala oo sinta dhulka ayaa qofku waxaa la rabaa inuu sinta dhulka dhigo labadiisa lugoodabana dhinacaas ayay ka wada baxayaan iyadoo lugta midig ay taagan tahay ayay tii kalena maxaan ku dhinaca kale ay ka soo baxaysaa waxaa kaloo uga duwan yahay kii hore markuu ka hore atixiyaadka ku jira gacantan bidix jilibka dushiisa iska saarayd laakiin atixiyaadka dambe jilibka waa la qabanayaa gacantu sidaasay afka ula geli oo way qabanaysa isagana baraatig ayaan insha allahu tacaala ayaan ku tusin doonaa marka intaas ayay uga duwan tahay kadib qofku wuxuu la usii gudbayaa inuu markuu rasuulkiina ku salliyo sala allahu calayhi wasalam siiqadii ibraahimiyada hadda aan soo aqrinaynay afar arrimoodna inuu ilaahay ka magangalo subxaana wa tacaala afarta arrimood sheekh alalbani raximahullah wujuubu arbacin buu ihi afar arrimood in laga magangala waa waajib buu ka dhigay marka waa wax aad iyo aad muhiim u ah rasuulku wuxuu odhan jiray sal allahu alayhi wasalam allahuma inaa acuudu bika min cadaabi jahannam wamin cadaabi alqabr wamin fitnati almaxya walmamaat ومن شر فتنة المسيح الدجال أفرطا الرموت إن إله لغا منقلو كدبنا قفكو
وإنه دعيست دعوين تربضا أيها هلك كسو أروري دعادي أبو بكر رسولك أوبري اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رسولك صلى الله عليه وسلم دعاك لأدهي آخر ما يقول في الصلاة صلاة وحودا بي أوليه جري دعوينك وحيهيد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يضا وحي دعادي أودا باسمك دعوين تربضا وصو أغريو أنت سنوليك بحينو حلقة وكجرو هذا الدعاء ساء يكسو أفجر جري صلى الله عليه وآله وسلم انت قفكم مركو السمعيو وحل سو غاري صلاه ان لغا بخ صلاه مركه مركي لغا بخو تسليما ايا لوغا بخا صلاه دنك ميدق ايو قفكو او جيتسنيا الى لغا اركو بيان خده الايمن وان دبن كيسان ميدق عدين كيسا لو جيدو او سدا سو كلا السلام عليك سدا سو كلا قفكو او جيتسدو دنكان كلنا سدا سو كلا وان روح او جيتسدو او دني عيسى الارك يدنا براتكت ايا ان شاء الله تعالى كومو جندونا هدي الله ادم مركو سيدا قفك وجيت سدو قابك كيفيدا مركو صلاة دي لوغا بحيانا أفر كيفيا سو أرورتي أما أفر سيغا آن لهي إن ليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنك ملك لنا عبدحنا السلام عليكم ورحمة الله مركو وبركاته دي أيا لغا ريبي أما إنو الله بضبا ليس لئي كيسيو ليلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لبدا قيبوت با إن ليس لأكيسينا ويسو عرورتي وحاك الله سو عروري إن وقفك السلام عليكم ورحمة الله لنك ميدك لنك بلحنا السلام عليكم وكليع لو استاو بدا أفراد وحين نقول إن تسليم واحدة ليلادو أو حق هرون لو سيجو وحيرنا لنك ميدك لو جنجير صلو أو أس وقفك يلادو السلام عليكم وحيرنا لنا عن ورحمة الله يعني بنا عن وحير وصدع وجنجر صدو إيادنا ويسو أرورت ولا ليال انتاس ووحي إيسهلنا دي إنان إن شاء الله تعالى سيكوبا أن أصو أروريو صلاة دي وحان الله كرجين يا سبحانه وتعالى قفكو إسكود دايا إنو سيدان أتوكدو ذهني جيسي قلبي جيسي نو إسكود دايا إنو جوغو سيدا أن سو سمينينا سمية إنو تكدو صلاة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم صلاة سن أين نقطو مد خشوع غاية أو آدي آدو إن أي لأين نقطو إن شاء الله تعالى قف ولبا وكد دالو وختاما إن شاء الله تعالى جب جبدي أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصير أعمالنا وحن إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنية إنو عمل كاس عمل كينا صلاة دينا يا صوم كين يا عماشي نردن ونجا أقبله خالصا لوجه الله إلهي سبحانه وتعالى أنا خالص أكرهه رياء يا صمع يا استصص يا اسمقشين إلهي سبحانه وتعالى وكبد باديو إلهينا سبحانه وتعالى وميزان الحسنات إن جليو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحن إلهي سبحانه وتعالى وبريا إنه دمبيا شيخ علماء صلاة محمد كورالا سيدا نوسو تلخيسيي إنو دنبيغيدا ودافو قف كستو سي فيديا أما كقايب قاتا إنو دادك مسلمين تا صلاة صحيحة وقد بيا إساقن إلهي سبحانه وتعالى ميزان الحسنات إنو أقليو إنتاس أيام كسو قبا قبينيا وحي آن خلدي وحي كأهادين نفتي إذا إيا الشيطان وحي آن صحينا وحي كأهادين الله سبحانه وتعالى وحاد إن شاء الله تعالى كسو دوان دونتان براتك تي صلاة دا إني نصمعنا إن شاء الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ولا ليال وحان سمينينا وحيرو براتك هذا الصلاة دا إن شاء الله تعالى مثل هذا سوء إن براتك صلاة دا لغو سمينينا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم با سميي إصغو أو منبركي كوري ددكنا تسينا يي صلاة دا مركا إن تعليمهان ددك اللبرو أو لطسيا براتك لطسيا ومثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن أغدينا إنه مركا إن شاء الله تعالى ما دام ومركا فرديني وحقا أنفع فاهني وحن سمعين إن هذا وح خلط إيا وح مدى صحة إنا شيقنا قفك مصلقة تكنايا
وحو مركا كوباد بقبلد انو قابلو ايا لغما مارمان وقبلد او جيت سدو ولغما مارمان مركو قركاس قبلد او جيت سدو ارينتا لباد وحو سميسان دونا سطر ايو سميسان ايا سردان ان شاء الله تعالى وان تصينينا وواجب سطر ان لا سميستو سنة ما اها سيدا راجحا واجب ويان مركا قفكو انو ميل بنان اسكريتو كلا ما اما دامو رسول كو يري ها او تكنن الا سطر اني كورتا لم اغيها تكنن ايوري صلى الله عليه وآله وسلم كدب قفكو صلاة دي ايو قليا يدو صلاة دي قليد دي دينا ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم وكتل ماما إني الله أكبر أي كب الله بطو السلام عليكم من الله قبحو مركا وحي كهر ريو أصلي فرد هيبل إن لي دهدو يدو نوا أرين عن سقنين عن دليل عن لهين وبدعان نقونا أي مركا صلاة الله أكبر أي الله قب الله قفكو مركو مركا الله أكبر لي هاي قعمها هو ربعين وقاضو وحلقوا مرمان إنو قفكو فهمو ماشا قعمها اللي قارسين أيو إيه حلق الله أكبر تلا سمعين أيو إيه ماشا لرقا أيو تاسبة إن تاسبة مهم أيو نقون إيسا قعمها قادي الدوضة إيه الله أكبر تا صدح وجه أيو كسو أروري إن لو سمعي أيو إنو قفكو قعمها إيه الله أكبر تا حل مروضة قادو سيدا إساقو أه أو قبل دي مثلا أسي جيدا أيا روح وحولي هاي حل مربو الله أكبر تيا قعمه إسلا قاضية الله أكبر إن يراد الروحي وحاكله سوء أرورتي الله أكبر إن لهور مريو وقعمو كدن بيان واسدي مثلا الله أكبر كدي من السيدة سوء كالأو وقعض وحاكله سوء أرورتي إن وقعمو هور ريان والله أكبر أيضا بيسو يدنا واسدا الله أكبر صدح ذا كيفيو ايا صح ان لو القفكو سمين كرا ميش اللي قارسين ايا قعمها اللبا وجبا ايادنا كسو عروري لبا دا قرب ان اللي قارسيو ايا ان وحوغا كر لو قادو دقاها فروع دودن هوسي اللي قارسيو ايا دو ان لتابنين دقاها ان لتابتاي ايا دو ومن دواعي الوسوسة للي الشيطان كأيا بكفة إذا استوقفك إنه سدا أطابته وحب الشرط ما إيه وحال الرباء وكليتا إنه وقفك الله بضا ميلود أما هل كاسو جارسين إياه وقعمها الله بضا قرب إياه لو أدية أما وحال الصمين إياه إنه كري هرو يرقاضو هل كاد لقاها قيب توضو هوسي وقارسيو الله بضا سنوى الله بضا ميلود إيه قعمها اللي جارسين إياه ويا طيب ضدك قاربا مركو وحي سميان إنه قعمها سيدان وكلا إسكردهان الله أكبر سيدا سو كلا يمعرت جميع إسكردهان قار كلا وحصر قال إني سيدا سو كلا أقعدان قار كلا وحصر قال إني اللي بدأ دقود أي جليان قعمها قيب توضا خور قار كلا وحصر قال إني نمبا أي وحبب هلين إسكا عمصان قعمها هلكن إسكا سارتان انت أصور لنا وحين نقن إسا قلدات كجيرا طيب مركو قفكو قعمه قاضو أما هل كان هكو أديو أما وحقا كره قاضو حقابو لغيا meeshu dhigayay waa xabadka ruuxa halkiisa laabta ah ayuu gacmaha saaraya meel kale lama saarayo kaliyahana la qabsan maayo dhinac dhinacna la isoo qaban maayo mana la sii deynaayo kullu waxa ku soo aro dhuuntana la gelin maayo intaasoo dhani waxay noqonayaan axaadiista waxa ku soo aro dhama wada daciif waxa saxa in la saaro laabta ruuxa inuu saaro tayib qaabka uu u saarayo iyadana laba kayfiya soo aroortay إنه إس جعنت ملك جعنت بديح وصاغ دل صار وأنا سيد الرسول كويلي أنبياء هذا هي معاشر الأنبياء والرسل وحنا لا أمري إن إنه جعنت ملك جعنت بديح دل صار مركب إنه سقف صاغ صار يلو صار دا قيب لي ده هذا فرح قيب تظهر إيوه الرسغ أو هل كان كلا بحى إيوه وحي رساعد كلا ردم كأ صدح لا قيبوت بيصغوا قيب كصاري إنه روح صاغ صار وكيفية الصحة وحاكى له صحة إنه قفكو قبطه قصدا أو قبطه إيدو نوا كيفية صحة وحان إيدو صحة هين إن لا إسكدر قبشو إيا صارت تدك قاربا وحيدا وحان سمعين إنا فرطا سولكا إيا فريارادا أيا نكو قبنا إنا صدح دا رحانا وان دول لغينا كيفية دا سمركا خلط أيا نكو نيسا مركا وحا صحة يا إما إن لا قبطه الروح صدا أو قبطه يا إما إنه صارو لبدا كيفية نوا qaabka loo saaray meesha la dhigayna waad baratay waa laabta oo kaliya meesha la gaarsiinayna waad baratay ama waa labada garab ama waxa weeyaan labada dhagood qaybtooda hoose intaas ayaan uga degaynaa insha Allah ta'ala qaybta qofku markii uu marka mana saaraya baa nidi laa kaliyana qabsan maayo meel kale aadin maayo halkan oo kaliya ayaa la rabaa inuu qabto
ركوع ده مركو روح سو غارو يدنا قاب كلو ركوع ايو وحين قنيسا انو قف كورتا غعمه سيدي على الوجوه المتقدمه صدح دي كيفيه اي نوهر مري او اها الله اكبر تو اني هريسو اما الله اكبر تيو هل مرس لا قادو اما اني دنبيسو صدح دي ميد كميد ايو قفكو يو سمينايا. طيب مركا فاتحه دي بو اقري سوره بو اقري كدي محو سمينايا كربوق الله اكبر كدب اي روح الركوع يا حال الربا قفك دبر كيسو انو سينادو يدو لا ربا قورتيس هوره يو مسكيهيسو اني سمينيين لما اوغولا انو قفك سدا او يره تاغنادو او سدا مثلا قفك قار كور كور او تاغ لما اوغولا وها كلون لا اوغولا انو قفك مدحا هوس غشدو مو هوستا او فورينا لما اوغولا وحال الربا سيدا إنو قفكو أو أسميه إلاها دي حتى بيو لغو دول شبو أما ويل لدول سارو ويل كاسئونا دعينين با لغو تلقالي مركو قفكو سيدا سيهاي مركا لما أقول إناد قعما حقيات لغي سايقا نفطو دي ركوب دو حد ساري سالوا دا جلب أياد قعميه سارا نيسا أدقو سيدا أو قبان أيو قعميه وحقا فرحة كالقاضي فرهينا سائسو أروري سو لما أقول إنا ساوك لغي سنة ماه waxaa iyo way iswada garab jooga inaad sida u qabataa la rabaa sidii qof qabanaya oo kale labadii jilib inaad noqoto saas ugu xuskato qofku u hayo ayaa laga wadaa dadka qaar ba meelahan dhudhumada iska qabsada qaar kale waxa laga yaabaa inay meelahan oo kale iska qabsadaan marka ma aha halkaas oo kale ayaa la saaraya qofku markii uu ka tooso ee ictidaal ba la yiraahdaa wuxuu geynayaa gacmaha meeshii hore ayuu geynayaa ama labadii garab hageeyo ama labada dhagood salkooda hagaarsiyo marka qofku inuu inta iska tooso gacmihiisa inay iska yihiin lama ogolo waa inaad gacmihii kor u qaado oo celiso oo meeshoodi haddana geyso marka xilliga ictidaalka la yiraahdo oo qofku uu taagan yahay waxaa la rabaa xubin walba inuu booskiisii hore ku laabto oo qofku si toos ah u istaago waxaa la diidan yahay inuu qofkii rukuucsanaa oo saasoo kale ahaa oo haddana kor taa oo haddana kadib isla markiiba uu soo laabto taasina waa qalad waxa weeye inuu qofku laabto ilaa xubin walba meeshiisi hore oo kale uu ku sugnaado halkiisii uu taagnaaday waa lagama maarmaan kadib markuu qofkaasi ictidaalkii saa uu istaago adkaartiisii akhriyo ayuu soo rukuucayaa haddana waxaan jeeda wuu soo sujuudayaa sujuuddii buu marka u imaanayaa waxa weeye qaabkee marka loo dhigayaa sujuudda ma labada jilib ayaan dhulka marka horeba saarayaa mise labada gacmood ayaa la saarayaa waa masale khilaaf culimmadu ay geliyaan la sida raajixa waxa weeye labada gacmood ayaa lagu bilaabayaa qofku isagoo sidaa u taagan oo ictidaalkii soo dhameeyey ayuu soo sujuudayaa allahu marka gacmihiiba hormar gacmaha ayaa waxay ka horeynayaan labada jilib gacmihii marka meeshuu dhigaayo naftooda la rabaa in la xuso halkan oo kale inaad dhigto ood labada jilib iska garab dhigato ma aha dadka qaar baa saas oo kale inta isaga dhigtaan ayaa halkaa gacmuhu u yaalaan markay sujuudayaan dadka qaar baa intay halkaa yidhaha bay saasoo kale u dhigayaa waxaasoo dhan marka dadka qaar baa sidan iska ah marka waxaa la rabaa labada gacmood ama labadii garab ee markii hore la taagnaa ay ku aadanayeen inay ku aadanayeen saasoo kale ama waxaa la rabaa inay waxoogaa yar ka horeeyaan oo dhagaha ay maaratay meeshoodii ku aadanaadaan marka sidaasaa waxaa ku soo baxaysa rukuuc qofku waa inuu markii isfuurariyo oo ay soo baxdo si saxa inuu qofku markaa xilligaa uu u sujuudsan yahay marka uu qofku sujuuddaa labada midda hore dhammaysto wuu laabanayaa wuxuu u laabanayaa sidaasoo kale sidii attaxiyaadkii dhexa oo kale isagoo u fadhinaya ayuu laabanayaa oo lugtiisa bidix ee ku fariisanaya midda midigna ay u taagan tahay jalsatul istiraaxa ayaa la yidhi markuu sidaa ugu laabto ayuu haddana soo laabanayaa tii kalena sidaa markuu sujuudo xilliguu kacayo ruuxu haddana fadhigii aan hadda tilmaanay buu ku noqonayaa oo saasoo kale ayuu laabanaya labada sujuudood dhexdooda waxaa bannaan inuu qofku ku fadhiisto labadiisa lugood oo kale metale labadaas lugood inuu sidaa labada sujuudood dhexdooda waa suuragal inuu ruux ugu fadhiisto waa suuragal metale labada sujuudood kale inuu sidaa u fadhiisto waa suuragalo iyagii uu ku fadhiisto waxaa kaloo suuragala inaad sidaa u goglato iyaduna waa suuragal laakiin waxaan la ogolayn xilligaas yacnii labadaas ubaa soo aroortay middaan marka hadda aan qaabka u fadhiyo dad baa atxiyaadka dhexe sidaa u fadhiista marka taasi waa khalad atxiyaadka dhexe sidaa looma fadhiisto sidaan unbaa soo aroortay in loo fadhiisto waa midka dhexe midka dambe markaan gaadhnana
طيب markii qofku sujuudi uu soo dhameysto uu soo laabanaya kadibna ragcadii kale ayuu iyadana sidaa u tukanaya ragcadii afraadna qaabkaas oo kale iyaduna ay ku imaneysa waxyaabaha muhiimka oo baraarujinta u baahan waxa weeye salaaddu waxay u baahan tahay khushuuc in la khushuuco taasna rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam qofku ha fiiriyo meesha uu ku sujuudayo ha fiiriyo marka markaad tukanayso ed saa u taagan tahay ma aha inaad midigta saa u fiiriso ما ها إنك بدح فيروس ما ها إنك كور فيروس ما ها إنك هوس فيروس قفكو حو فيرين ماشو كو سجود لها حفيري هل مربا لغا صور ريبا أو وحا وي التحيات كمركا اللي وجرو التحيات كمركو قفكو صدا أفر ليو التحيات كدحي لوك تساسا لوك قل ده سيداس مركو روح أفر ليو وحو فيرين يا فرتيس أيو فيرين يا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ويكسوك ناتي فرت إن سيدا الله نقاجيو وحونا يرى رسول صلى الله عليه وسلم الشيطان كا أي اللوع عيريا وشيطان كا آد بيو قدر انت هاي وليبا شديد أي علماء دو قار ودقا جنجرين مركا فرت هاسو فيريني مركو روحو التحيات كو كجرو أما انت كلا وردو محو فيريني ماشي وكو سجود لها لبدا التحيات وحي كو كلا دوينيهين قاب كا فردقا لو فردستو كهوري سيدا انا لو فردستا هادا انو فردينو أو وحا هو يقف كنو لوكتي ساقو قلدو كدنبل لكن سنت ايا روكا لديكتا وصاصا لو فريسان ايا قفكو يساقر دان انو فريستو طيب وحاكاليكو كل دوين قابكا لو قبان ايو اتحياتكو ورسيدان قعان تاني ساسا اصاران تاي لوكتا بليح تان مديك مروال بيضو واسيدان رسولكا وحاكاسو لبكي في ان سيداس حلقا هان لو لابو وفرتا نحادا ايا سولكا سيدا اللي سوصارو وحلقا دا دلولكا ايساو هادان waxa kala sugan in sida loo laabo iyaga dhanti la soo laabo gacmaha suulkana sida loo dul saaro mid walba qaabkaani u fidnaaneysa gacantana wad dhaqaajin kartaa wax dhibaato ah ma leh farta inaad dhaqaajiso ama gacanta bidix atxiyaad koor sidaana u dul saaraaneysa sida ay isaga saaraan halkaasina oo leysa laakiin atxiyaad ka dambe wuxuu duwan yahay iyadu qaabka ay noqonaysaa qofku uu qabanaya sidii kaana uu qaab isagoo haya oo kale ayay noqonaysaa saas uu qabanaya marka kadib salaamtii markuu ruuxu soo gaaro oo atxiyaadkii uu dhameeyo atxiyaadkii u dambeeyay qaabkan oo kale midda kale oo muhiimka waxa weeye salaad kasta oo laba ragcadood ah ama subax ha noqoto ama sunna ha noqoto salaada labada ragcadooda waxaa loo fadhiistaa qaabkana loo fadhiistaayo atxiyaadka dhaxasaad u fadhiisanaysa baa loo fadhiistaa laakiin salaad kasta oo iyadoo laba ragcadood ka badan iyada qaabkan ayaa loo fadhiistaa oo sinta ayaa dhulka la dhigtaa kadib qofku markuu soo gaadho asalaamu calaykum waraxmatullah afar kayfiyo ayaa sugan iyadana oo rasuulka ka sugnaatay sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu yidhaahdo dhanka midig assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhanka bidixna assalaamu calaykum waraxmatullah inuu yidhaahdo waa arrin sugan wey waxaa kale oo sugan assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah oo isku mid ah iyo waxaa sugan assalaamu calaykum waraxmatullah dhanka bidixna assalaamu calaykum oo keliya waxaa kaloo ka sugan rasuulka hal mar keliya in lagu koobto adiga oo dhan xagga hore oon fiirin wax yarna dhanka midig ee u yar jeesanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saas oo kale ama assalaamu calaykum oo kale intaad dhahdo aan wax yar dhinacaasuun isu gedido marka afartaa kayfeena waa sida rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam salaada rasuulka uga sugnaatay